السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رح نعمل معاكم وصفه الكنافه باسهل طريقه ان شاء الله. اول شيء رح نعرفكم على المكونات. هون بالبدايه معنا نص كيلو من الكنافه، معنا كوب من السمنه، 3 معالق كبار من النشا، معنا ظرف من الفانيلا، 2 معلقة من السميد. هون عندنا شاي القشطه، عندنا 4 أكواب من الحليب. هون معنا علبة قشطة وهي اختيارية. هون أول شي معنا الكنافة، رح نحاول إنه نفتتها بالشكل هذا. هون رح نحط عليها سكر البودرة، نوزعه عليها بالشكل. نفتتهم مع بعض. هون نحط السمنة، كوب السمنة نحطه على كل الكمية بالشكل هذا. نحاول انه ندخل السمنة بالعجينة الكنافة بهالشكل، نرجع نفتتها عشان تتداخل مع السمنة. هون بعد ما فتتناها بهالشكل هذا دخلنا السمنة بيها، يعني لازم تكون ثلاث قوامات، تكون بهالشكل هذا. هون راح نمدها بالصينية، أي صينية عندكم مدوها بيها. هون عندنا صينية، راح نحاول إنه نمد كمية يعني تكون خفيفة. الشكل هذا. خلي الطبقة خفيفة متساوية. هون مدينا الصينية بهالشكل، لازم ترفعونها شوي على حواف، هون على اطراف الصينية نرفع الكنافة شوي عشان لما نجي نصب الكريمة ما تلزق معانا بالصينية بهالشكل هذا. هون راح نضغطها، نجيب صينية اصغر منها نضغطها بهالشكل هذا، ضغطة قوية. نحاول انه نضغط بقوة. هون راح نحضر للقشطة، راح نحط المكونات على الحليب. اول شي هون عندنا النشا، راح نحط السميد والفانيلا. نحركهم اول شي على البارد، وبعدها راح ندخلهم على الغاز. هون رفعناها على الغاز، راح نحركها، نضل نحركها لبين ما تدخل معانا الكريمة بالشكل هذا. هون عندنا ثقلة القشطة بهالشكل هذا، لازم تكون للقوام. هون راح نطفي عليها ونروح للمرحلة اللي بعدها. هون راح نحط القشطة معاها، نخلطهم مع بعض. هون يعني القشطة اختيارية، بس تعطيها طعم طيب ودسامة، ممكن تستغنون عنها يعني. راح نحركهم مع بعض بين ما يختلطون معانا. هون راح نصب القشطة فوق الكنافة بهالشكل. هون راح نساوي القشطة، نساويها بهالشكل، نمدها على كل الصينية، بس انه لا تطلعونها على الاحراف، نخلي مجال
بهالشكل هذا. هون لازم نساويها بهالشكل هذا، ما تخليها يعني توصل على الحراف الصينية مشان ما تطلع معانا وقت نقلبها يعني. هون راح نبلش نحط الطبقة اللي بعدها. هون راح نحط الطبقة فوقانية، نحط طبقة خفيفة بهالشكل، نحاول نغطي قشطة بهالشكل هذا. هون حطينا الطبقة الأخيرة، نحاول انه نساويها بهالشكل وندخل الحواف بهالشكل هذا مشان تساوى معانا، ندخلها بهالشكل هذا. هون راح ننقلها على الفرن، الفرن يكون محمى على درجة 180 لـ200، اشعل عليها من فوق ومن جوا، وبعدها نرجع لكم. هاي صينيتنا صارت جاهزة، طلعناها من الفرن، صارت معانا بهاللون، أخذت هذا اللون الذهبي الحلو. راح ننتقل على المرحلة اللي بعدها، راح نقلبها ونرجع لكم. هون قلبناها طلعت معانا بهالشكل هذا، هالشكل. شوفوا منظرها ما شاء الله، لونها حلو. هون راح نقطرها، لازم تكون مقطرة وهي ساخنة، وعندنا القطر هون بارد، والقطر حسب الرغبة يعني الكمية اللي تحبونها قطروها بيها. هون راح نزينها بعد ما قطرناها، هنزينها بالفستق. هاي الزينة يعني اختيارية، اي شي تحبونه زينوه بيها. زينة بهالشكل هذا. هاي عندنا هون البقعة، عندنا من العجينة بقعة، عندنا شوي من العجينة شويناها على طرف واحد يعني، نشويها ونقلبها ونحط معاها القشطة. هاي اطباقنا صارت جاهزة، هون عملناها بشكلين، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربونها، وألف صحة وعافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.